السلام عليكم. بما ان العطله ديال منتصف السنه الدراسيه وصلت وبما انه انا غادي نسافر دونك قلت ضروري خصني نصور لكم هذا الريل هذا باش نجاوبكم على بزاف ديال الاسئله اللي عندكم حيت انا في هذه السيمانه هذه غادي نخبر. نبداو باول سؤال اللي هو استاذ واش في هذه العطله هذه غادي نكراو ولا لا؟ الاخوان سبق قلنا بان وزاره التربيه الوطنيه اعلنت على ان هذه العطله غتكون مخصصه للدعم التربوي. دابا غتقول لي واش كلشي غادي يستافد من هذا الدعم هذا؟ لا الاخوان، هذا الدعم مخصص بالدرجه الاولى للمستويات الاشهاديه. شي مؤسسات كيزيدوا المستويات اللي هي غير اشهاديه، فداك الشيء على حسب المؤسسات. فكما كتشوفوا معايا كاين مؤسسات اللي قالوا بانه غيديروا الدعم في العطله والحضور ضروري واجباري على التلاميذ، في حين مؤسسات اخرى قالوا غيديروا الدعم ولكن ما قالوش بان الحضور ضروري، في حين ان مؤسسات اخرى قال لك في هذه العطله ما غيكون والو، دونك سيروا عندكم العطله ديالكم، في حين انه كذلك المدارس ديال التعليم الخصوصي ما غيديروش الدعم التربوي في العطله. وكما قلت لكم هذا الدعم هذا تيكون عنده واحد الساعات قليله، ماشي بحال يعني عدد الساعات العاديه فاش كتقرا، وغيكون غير يا اما مثلا شي ايام قليله يا اما 3 ايام ولا 4 ايام على حسب المؤسسات. كاين مؤسسات اللي دايرين الدعم غير 3 ايام، كاين اللي داير 4 ايام، كاين اللي داير 5 ايام، اذا على حسب المؤسسه ديالك. السؤال الثاني واللي هو واش المدارس الخصوصيه وزعوا النتائج على التلاميذ ديالهم؟ يا اخوان كاين شي مدارس خصوصيه اللي وزعوا النتائج على التلاميذ كما كتشوفوا معايا، ما بغيتش نحط لكم بزاف ديال النماذج باش ما يجيش لكم هذا الفيديو دا طويل، ولكن كاين بالفعل مؤسسات ديال التعليم الخصوصي اللي وزعوا النتائج خصوصا على الابتدائي. الاعدادي والثانوي الاكثريه مازال ما خداش النتائج، ولكن كنقول لكم بانه بعض المدارس الخصوصيه ملي قلتها في البوست كلشي تهجم عليا. الاخوان تنقول البعض وليس جميع المؤسسات، مفهوم؟ ثالث سؤال واللي هو حنا التلاميذ ديال التعليم العمومي امتى حنا غنجدوا النتيجه ديالنا؟ هذا الشيء سباق ودويت عليها الاخوان، هذه واحد 15 يوم في واحد الفيديو قلت لكم هذا الشيء غادي يكون كذلك حسب المؤسسات. فمثلا شفنا الجهه ديال الداخل وادي الذهب قال لك بان توزيع النتائج غادي يبدا ما بين 19 يناير و7 في شهر 3 يعني 7 مارس، في حين مثلا بان جهه طنجه تطوان الحسيمه قال لك بان توزيع النتائج وكذلك استصدار النقاط ما غادي يكون حتى من بعد 2 مارس يعني 2 في شهر 3. هادشي قلت لكم على حسب المؤسسات ديالكم وعلى حساب الجهه ديالكم. صراحه هادشي ديال النتائج ديال التعليم العمومي حريره، حيت كاين اللي دوز الفروض، كاين اللي مازال ما دوزش الفروض، كاين مهم عقلك غادي يحبس مع هذا الشيء هذا بسبب الاضرابات اللي كانت لمده 3 شهور. دونك الاخوان كنظن بانني جاوبتكم على جميع الاسئله اللي عندكم، واي سؤال باقي عندك رجع للفيديوهات السابقه غتلقى الجواب ديالو كاين. دونك غير خصكم تقلبوا الاخوان في الفيديوهات ديالي غتلقاو بزاف ديال الاجوبه على الاسئله اللي عندك نتايا. دونك شنو كتسنى؟ رجع تفرج في الفيديوهات السابقه فيهم بزاف بزاف ديال الخبيرات اللي ما كنتيش عارف وغتولي عارفها. الاخوان هادشي اللي كاين خلوني نمشي، انا دابا غادي نسافر. دونك تراك السلامه لاي واحد غادي يسافر، تحياتي لكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد من بعد واحد الاسبوع ان شاء الله، نخبر عليكم واحد شويه باش ترتاحوا من بروف عبدو. هادشي اللي كاين الاخوان، تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.